متأكد من العرض البلجيكي وهل هو جاي نادي الزمالك ولا لا، وهيجي امتى؟ معانا على التليفون كابتن حمدي النقاز باك يمين النجم الساحلي السابق والزمالك المفروض الحالي ومنتخب تونس. كابتن حمدي مساء الفل عليك. يا ريت بس تعلي صوتك شويه بعد اذنك يا كابتن حمدي، وكنا عايزين نعرف منك، احنا سمعنا اخبار اليومين اللي فاتوا ان في عرض بلجيكي دخل في القصه وان ممكن حمدي ما يكونش موجود في نادي الزمالك، الكلام ده صح ولا غلط؟ والله يا اخويا الحقيقه عندي عقدة عروض اوروبيه، لكن من اول ما انا تخيرت يعني نشيل الزمالك تم الاتفاق بين نجم رياض الساحل والزمالك. تمام. لكن حقيقه العرض نتاعي مع الزمالك ما كانش في المستوى، وقاعد نستنى اخويا كان منا بكره ان شاء الله الغدوه معناتها كان فما حاجه ان شاء الله رسميه ولا تحسن في الوضع، واحد علاش لا باش يكون في الزمالك المصري اللي هو فريق كبير. وكان خويا ما فماش ربي يسهل ونشوف واش الجاي ان شاء الله، وين تكون في فريق بلجيكي او فريق اخر ان شاء الله في اوروبا. طب لا يعني احنا حمدي بس عشان نبقى بنفهم منك، يعني انت لغايه دلوقتي لسه ما تمش الاتفاق مع نادي الزمالك بشكل رسمي، انت منتظر لسه رد من نادي الزمالك بكره؟ مثال في مدينة بين فريق النجم رياض الساحلي والزمالك فما اتفاق، أما أنا بيني وبين الزمالك ما فماش اتفاق. تمام. العرض العقد نتاعي ما كانش في مستوى. طب أنت طالب كام ونادي الزمالك عرض كام يا حمدي بالنسبة لك أنت؟ والله سامحني ما نقدرش ندخل في التفاصيل هذه. تمام. لكن العرض اللي قدمته لي الزمالك ما كانش معناته في المستوى. يعني نفهم من كلامك يا حمدي ان بكره لو نادي الزمالك ما قدمش العرض اللي مناسب إن بالنسبه الله. لك اللي انت عايزه، وانا كنت في تربص مع المنتخب وروحت باش نتم مع نتمم كل شيء وتفهمنا على حاجه، من بعد وقت اللي روحت كل شيء مش في بالي باش نمشي اليوم عندك كنت باش نكون في مصر. لكن الحاجه سالت ضبطه ما لقيتهاش، ان شاء الله معناتها ربي يوفقني باش نكون في الزمالك وهما حبوا يوصلوا للشيء هذايا. سينو يعني قاعد معناتها في تاريخي ان شاء الله، كان جاني عرض اوروبي خير ولا حاجه واحد يقصد ربي ان شاء الله. إيه لو مش موجود في الزمالك يا حمدي هتبقى موجود في بلجيكا في بالنسبه للعرض البلجيكي اللي كذا حد اتكلم عليه؟ والله ما زال بكري اخويا، مازال الميركاتو محلول في اوروبا، واحد ان شاء الله يدرس الحاجه دي وكما حاجه ربي يسهل ان شاء الله. لو تم التوافق بكره على المقابل المادي الخاص بيك مع نادي الزمالك تكون موجود في القاهره امتى باذن الله؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا ان شاء الله تكون موجود امتى؟ يعني لو تم التوافق بكره لحد تكون موجود امتى باذن الله في القاهره؟ وقت اللي يكلموني ان شاء الله ونلقى الحاجه على حبيبتي يعني النجم يكون موجود في اي وقت ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كابتن حمدي النقاز نجم المنتخب التونسي كل الشكر ليك، وخبر جديد نوفي وغريب، يعني المفروض المعلومه اللي كانت عندنا والخبر اللي احنا كنا قلناه ان نادي الزمالك اتم الاتفاق بشكل نهائي وتام ورسمي مع حمدي النقاز. اللي بيتقال من حمدي دلوقتي ان خلاص الزمالك سوى اموره وسوى تعاقده مع اداره النجم الساحلي، لكن المقابل المادي اللي ما بين الزمالك وبين حمدي النقاز هو ده اللي لسه فيه كلام، واعتقد ان هو ممكن يكون كانت الدنيا ماشيه تمام ومفيش مشكله، بس ظهور عرض اخر من دول اوروبيه زي ما حمدي قال ممكن يكون بمقابل اعلى بالنسبه له، فهو برضه لعيب محترف بيدور على مصلحته، فممكن ده اللي خلى الدنيا ممكن تختلف في اخر الاوقات. لغايه دلوقتي حمدي النقاز على روايته هو بشكل شخصي ومباشر دلوقتي معانا في المدرج انه بيقول ان مستني رد نادي الزمالك على طلباته الماليه بكره، لو نادي الزمالك رد بكره بالموافقه هيكون موجود في الوقت اللي هم عايزينه، لو نادي الزمالك ما ردش بكره بالموافقه على طلباته اللي هو عايزها هو هيدور على فرصته او على فرصه احترافيه اخرى توفي له بالمقابل المادي اللي هو ممكن يكون بيطمح فيه. ده كابتن حمدي النقاز باك يمين منتخب تونس والنجم الساحلي الحالي.